الله عظم البلاء وبرح صلى على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ليلا مع نهارا نلعن بقاتليها بذكر الصلاة على حبيبي محمد وعلى آل بيت محمد. أخوتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هاي الطريقة اللي راح أنزل لكم إياها الطريقة اللي هي اللي الإنسان اللي تتكثر عليها الطلاقات، يعني تكون امرأة أكثر من طلاق تطلق، يعني تتزوج فترة تطلق تتزوج فترة تطلق. فهاي الطريقة إيجابية وسريعة ويكون بها إن شاء الله يكون بها نجاح كلش عالي. نجيب 40 شمعة نقرأ نجمعهن، الأربعين شمعة كلهم نغطيهن برأي أهل البيت سلام الله عليهم، ونقرأ عليهم 114 مرة سورة الفاتحة مع حديث الكساء وجه الله ثواب المولاة الزهراء بنية الشفاء. يومية علقين أربعة، واحدة الصبح واحدة الظهر واحدة المغرب واحدة قبل لا تنامين. أهم شيء الصلاة على محمد وآل محمد يومية 1000 مرة ثواب مولاة الزهراء مدة 40 يوم. هاي الطريقة اللي أنا أنطيها تعالجكم 5%، أما الصلوات تعالجكم 95%. بعد ما يخلص الشمع قلم مال زعفران وورقة مال استنساخ تكتبين صورة محمد كاملة، وبظهر الورقة تكتبين اسمك واسم أمك واسم أبوك وعمرك، تقولين بنية تسهيل أمر زواجي. تطبق هاي الورقة وتنضرب تيب على ابن الفلوس تنشاء على شكل حجاب. بإذن الله تعالى أبويا تنالون الشفاء، وأهم شيء لا تنسون والدي بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.